آية عبد الرحمن، إليك يا آية. شكرا زميلي أيمن إبراهيم، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام وموجز إخباري جديد من النهار اليوم. وفيه حيث أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في المدرسة النموذجية الإعدادية للبنات بالقرب من قصر الاتحادية الرئاسية، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يكون الرئيس السيسي فيها حق تصويت في الانتخابات التشريعية نظرا لإعفائه قبل ذلك من واجب الاقتراع باعتباره ضابط بالقوات المسلحة. كما أدلى رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل وعدد من وزراء حكومته بصوتهم في انتخابات مجلس النواب، في حين يواصل المصريون الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية والتي تبدأ في 9 صباحا حتى 9 مساء على مدار يومين، وتجرى الانتخابات في 13 محافظة هي القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية والسويس، بالإضافة إلى شمال سيناء وجنوب سيناء. ويشارك في الانتخابات نحو 27,503,913 ناخبا. وفي إطار مجهودات القوات المسلحة لتأمين الانتخابات، تفقد عدد من قيادات الجيش الثالث الميدانية على رأسهم مدير إدارة التجنيد، تفقدوا عددا من اللجان الانتخابية بمحافظة السويس لمتابعة سير العملية الانتخابية والتأكد من عدم وجود أي معوقات من الممكن أن تؤثر على سير الانتخابات. أعلنت غرفة العمليات المركزية بوزارة الداخلية انتظام الخدمات الأمنية بجميع اللجان والمقار الانتخابية بمحافظات المرحلة الثانية، وسيشارك بخطة تأمين الانتخابات نحو 180,000 ضابط وفرد ومجند، وأعلنت حالة الاستنفار القصوى استعدادا لتأمين الانتخابات، وتم رفع درجات الاستعداد داخل كافة قطاعات الوزارة إلى الحالة جيمة. وإلى الأوضاع الأمنية، حيث أكد مدير أمن كفر الشيخ اللواء محمد عاطف شلبي أن مديرية الأمن استعدت بشكل كامل لانطلاق العملية الانتخابية ومواجهة أي خروقات. التأمين بيشمل كل حاجة في البلد، يعني أنا النهاردة أنا مخصص جزء للانتخابات، في ناس تانية لو في لا قدر الله حاجة جنائي يشتغلوا جنائي. الأمن ده منظومة كاملة، ما ينفعش نشتغل حاجة وما نشتغلش حاجة. الحمد لله الأمور كويسة، وبطمنك ما فيش أي خروقات سوى 2 واحد بالنور اتظبط بيوزع ورق، أحد مساندينه وجاري تحريك المحضر لازم، مرشح آخر كان معاه لابتوب وبرضه بيعمل دعايه للمرشح برضه اتخذ اجراء ضده. مفيش غير الحالتين دول على مستوى كفر الشيخ كلها، وتم اتخاذ الاجراء القانوني قبلهم، وان شاء الله الدنيا تبقى كويسه. انتظمت العملية الانتخابية في المحافظات كافة، ففي الغربية توافد المئات من الناخبين على لجان الانتخابات مع بداية التصويت وسط تعزيزات أمنية مكثفة، وذلك لحماية المواطنين أثناء التصويت. الحمد لله الامور ناحيه التامين والتجهيزات وتسهيلات وتامين في كل حاجه، تامين بالنسبه للكهرباء، بالنسبه للميه، تامين امني، قوات مسلحه، القضاه، المعاونين القائمين على العمليه الانتخابيه، كل الامور بتسير بشكل طبيعي جدا وبشكل منتظم الحمد لله. وقد بدات العمليه الانتخابيه بالفعل، وابتدى الناخبين يطلب اصواتهم من حوالي ساعه الا ربع تقريبا. وإلى الإسماعيلية، حيث قال محافظ الإسماعيلية اللواء ياسين طاهر للنهار اليوم إن اللجان الانتخابية تشهد إقبالا متوسطا من الناخبين الذين يدلون بأصواتهم في 366 لجنة فرعية ب 210 مقار انتخابية. عايز أقول لحضرتك إن الحمد لله إحنا عندنا نسبة القضاة وصلوا لجانهم قبل الميعاد المحدد بنسبة 100%، واللجان عندنا فتحت كلها في توقيتها المحدد، يمكن عدا بعض اللجان حوالي 6 لجان ب6 قضاة
كان سبب التاخير ان هم كانوا على المعديات اللي هم رايحين القنطره شرق، وبعد ربع ساعه خدنا تمام بانهم وصلوا لجانهم. تقريبا يعني احنا عندنا لجان المحافظه بالكامل بدات عملها وبدات العمل باقبال متوسط، وان كان بيعتبر زايد بنسبه كبيره في الدائره بتاعه التل الكبير والقصاصين. شكل مجلس الوزراء غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير العملية الخاصة بالانتخابات البرلمانية، كما تشكلت في المحافظات غرف لمتابعة الانتخابات. وفي تصريح للنهار اليوم أوضح محافظ السويس عربي السروي تشكيل 3 غرف عمليات لرصد المشكلات تمهيدا لحلها. هناك أكثر من غرفة عمليات، غرفة عمليات في ديوان عام المحافظة دي فتحة مع مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، غرفة عمليات وزارة الداخلية فتحة مع مديرية أمن السويس، القوات المسلحة طبعا لها منهجها الخاص في هذا الموضوع. الموضوع تحت السيطرة التامة لكل القيادات، وإن شاء الله يعني تكون واحدة من أجمل وأنزه وأشرف الانتخابات. كيف يتم الربط بين هذه الغرف؟ كل هذه الغرف مرتبطة ببعضها ارتباط وثيق، هناك عضو يعني مسؤول عن التنسيق في كل غرفة مع الغرفة الأخرى. في تصريح خاص للنهار اليوم أكد محافظ كفر الشيخ الدكتور أسامة حمدي إن العملية الانتخابية تسير بشكل جيد، موضحا أن القوات المسلحة والشرطة تؤمن الانتخابات بشكل كامل. 956 لجنة فتحوا الحمد لله في موعدهم باستثناء 5 لجان فقط اتأخروا شوية، ولكن النهاردة هم العملية الانتخابية ماشية بصورة منتظمة، في تأمين كامل من القوات المسلحة بالتنسيق مع الشرطة المدنية، في تأمين كامل وتعاون كامل مع أجهزة المحليات المختلفة، عندنا غرفة عمليات كاملة موجودة في مبنى المحافظة بالتنسيق والتعاون مع الشرطة والقوات المسلحة. يعني الحمد لله ما فيش لحد دلوقتي يمكن خروقات أو مخالفات تذكر، يمكن بس على عملنا يمكن حاجتين أو محضرين وتم رفعهم للسيد رئيس المحكمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم. وأخيرا، يواصل المصريون في الخارج الإدلاء بأصواتهم في ثاني وآخر أيام الاقتراع ضمن المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية. وفي تصريح خاص للنهار اليوم أكد نائب وزير الخارجية السفير حمدي لوزة أن هناك زيادة ملحوظة في نسبة الإقبال مقارنة بالمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، حيث بلغ عدد الناخبين 21,000 حتى إغلاق باب الاقتراع في أول أيام التصويت. انتهى الموجز الإخباري مشاهدينا، ولكن التغطية مستمرة معكم في النهار اليوم، وعودة مرة أخرى إلى الاستوديو والزميلة ريم وجدي. إليك ريم. شكرا لك يا آية. ومشاهدينا الكرام، ما زالت هذه التغطية متواصلة مع حضراتكم، وما زالت نوافذنا مفتوحة في 13 محافظة التي تجرى فيها هذه الانتخابات. فاصل قصير ونبدأ هذه الزاوية الجديدة من التغطية على نهار اليوم.